السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الاعزاء، القناه نتاعكم ابراهيم للعقارات مكناس. اليوم تنطرح عليكم عقار الفئه الكبيره اللي تتواجد في منزل اللي تتكون من سفلي وجوج نتاع الطوابق، كل طابق كما تنشوفوا فيه شقه وحده فقط. المساحه الاجماليه نتاع العقار نتاع اليوم هو 120 متر. الشقه نتاع اليوم تتكون من جوج نتاع الواجهات كما تنقولوا دو فاصاد. مساحه اجماليه كما ذكرنا نتاع 120 متر. العقار نتاع اليوم تيتكون من صالون اللي هو هذا ولا صالون السيجور نتاعو، وثلاثه نتاع الغرف، الغرفه الرئيسيه بالبلاكار نتاعو بالحمام وبالكون، وعندنا مطبخ وحمام وطواليط. فعلى بركة الله ندخلوا في الوصف نتاع الشقة هذه. من قبل ترحب بالجميع الناس اللي أول مرة يدخلوا القناة نتاعنا ولا اللي يشاهدوا الفيديوهات نتاعنا، مرحبا بهم. الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناة يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يستفدوا من جميع العروض العقارية. فالعقار نتاع اليوم كما ذكرنا في الإعلان نتاع الفيديو، ممكن أن الشقة إن شاء الله تباع، شقة كاملة عفوا منزل كامل ولا بالتقسيط ولا شقق. فعلى بركة الله نرجعوا للوصف نتاع العقار نتاع اليوم. ملي تندخلوا نبداو من البداية نتاع الدروج، فمحادية لي هذا هو الباب نتاع الفصيل. ملي تندخلوا مباشرة على يدينا اليمين تلقاو السيجور، ونفاس معاه الصالون اللي هو هذا. من بعد في هاد الكولوار هذا كما تلاحظوا، في الكولوار ماشي جاي على شكل نتاع درب، كولوار اللي هو واسع لان المساحه اللي هي كبيره. تنجرت كما تنشوفوا من نوع نتاع الليطر، خدمه اللي هي راقيه ونقيه كما تنشوفوا. كما وعدناكم ان شاء الله هذا العام هذا نتاع 2021 غادي نبقاو نشوفوا الاغلبيه نتاع تنجرت هذه، غادي يرفع عليها عاوتاني الشكل نتاع السامبل. كما ذكرنا ان الموضي نتاع الزواقه دي موضه. هذه الغرفه اللي غادي نسميوها الغرفه رقم واحد. تلاحظوا بالنسبه للارضيه على الشكل نتاع الباركي بحال الشكل نتاع الخشب، لانه فايانس ممكن حتى هو كما تنقولوا يتسيق. عندنا هذا الشكل هذا نتاع الديكور. بالنسبة للمقاول كما تنقولوا كاسترا، داك كما تنقولوا العيب نتاع السارية في هذا الشكل هذا نتاع الديكور اللي عطى واحد الشكل اللي هو زوين بالنسبة لهاد الغرفة. هذه كما ذكرنا الغرفة رقم واحد، مساحة تقريبا تاع 4 متر على 3 متر و20. الغرف راه كاملين عندهم إطلالة للشارع، من طبيعة الحال راه كاملين فيهم لاستلاسيون نتاع النيميريك ونتاع التلفازة. في نفس الكولوار غادي نلقاو الغرفة اللي غادي نسميوها الغرفة رقم جوج، اللي هي بالنسبه للموقع. فاحنا حاليا تنتواجدوا من القرب من لينصان، قريب من ديكاتلون، قريب من مرجان السوبر مارشي، مجموعه تاع المرافق اللي هي قريبه. كما ذكرنا هذه الغرفه رقم جوج اللي فيها البلاكار تاع الشكل تاع كوليس. كما ذكرنا هذا هو الباب نتاع الفصيل. صورنا على يدينا اللي من الصالون والسيجور، الغرفة اللي سميناها واحد، الغرفة رقم جوج. عندنا هنا الغرفة رقم ثلاثة اللي هي هذي بالحمام نتاعها بالبالكون وبماريو اللي هو كبير.
كما ذكرنا الانستالاسيون تاع النيميري يكون تاع التلفازه راه كاينه في الغرف ثلاثه وكاينه في الصاله. هذا الحمام الخاص نتاع هاد الغرفه هذه فيه لافابو فيه تواليت اعزكم الله فيه الرشاش وحتى هو عنده انتسان تاعو على برا. وهنا البالكون فكما ذكرت لكم ان الشقه نتاع اليوم راه تتكون من جوج نتاع الواجهات. رجعنا لنفس الكلوار كاين عندنا في هذا الكلوار الفاسك لافابو. عندنا هنايا المطبخ واحد المساحه اللي هي كبيره كما ذكرنا مازال الشقه في الاشغال النهائيه نتاعها. بالنسبه لواحد المعلومه بالنسبه للبلاكار الفوق ممكن يسولونا الناس في لي كومونتير صراحه ما خديتش اليوم واحد الفكره واش غادي تركبوا ولا لا. فتسلمنا المفاتيح نتاع المنزل ما تواصلناش مع السيد على الشكل نتاع لي بلاكار الفوق واش غادي يكونوا ولا لا. وكما شفتوا ان الفيديو سجلناه كما تنقولوا صوت وصوره مره واحده ما خديناش المعلومات في التاريخ الذي توضع فيه الاعلام لانكم غادي تتصلوا بنا ممكن ان ناكدوا لكم ان شاء الله المعلومه نتاع لي بلاكار. ما نبغوش نقولوا كما تنقولوا واحد الحاجه اللي نتواخذوا عليها نقولوا ان لي بلاكار يكونوا مقاول يكون شي يفضل انه لا عنده نظره واحده اخرى على اساس انه ما غاديش يركبهم ويكون ونكونوا حنا هما الحلقه نتاع الاختيار. كما لاحظنا المطبخ اللي هو كبير فيه الفاسك فيه عفوا لي بلاكار نتاع التحت. كاين عندنا هنا البلاصه نتاع الماكينه نتاع الصابون كاين هنايا وكاين لي بريز كما تنشوفوا راه مجموعه نتاع النقاط اللي كما تنقولوا تيبقى الاختيار والترتيب نتاع كل حاجه كل واحد اللي يشوف الحاجه اللي يرتاح فيها. كما لاحظنا هنايا راه كاين واحد الانستالاسيون نتاع الملح ونتاع الواد الحار نتاع الضو. ممكن حتى الانسان الى بغى يزيد يكبر البوطاجي راه كاينه الامكانيه هذه. كما لاحظنا راه كاينه الانستالاسيون من هاد الجهه وكاينه من هنا حتى الانسان الى بغى يكاستري الماكينه نتاع الغسيل نتاع المعان نتاع الماكينه نتاع الصابون تيخلي المقاول كما تنقولوا الاختيار. فبقى لنا في العقار نتاع اليوم بقى لنا الحمام والطواليت اللي هما هادو. هذا الحمام المشترك فيه لافابو فيه رشاش وفيه طواليت رومية. وعندنا هنايا طواليت بلدية اللي تتحول الى بغى الانسان يستعملها يردها رومية راه ممكن. كما تنشوفو كاين جوج نتاع الروبينيات هذا يعني ان انستالاسيون نتاع البارد والحلو راه واصل حتى طواليت. فالعرض نتاع اليوم وصلنا للنهايه نتاعو. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحله هذه. ما تنساوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد بالنسبه للعقار نتاع اليوم. الثمن نتاع الشقه ابتداء من 68 مليون بالنسبه للطوابق العلويه وبالنسبه للطبق الارضي تيبقى تقريبا ب 60 مليون بالكراج نتاعو. كاينه السفليه اللي بالكراج تتبقى بالثمن تاع 60 مليون حتى هي عندها جوج نتاع الواجهات وعندك مساحه خضراء اونفاس معاك عندك جريده اونفاس مع الشقه نتاعك. بالنسبه للطوابق العلويه كما ذكرنا 68 مليون. بالنسبه للمنزل كامل كما تنقولوا كومبلي تيبقى بالثمن تاع 185 مليون والثمن ان شاء الله راه ممكن انه يتناقش. العرض نتاع اليوم كما ذكرنا متميز مساحه اللي هي معقوله والثمن اللي جد مناسب. فوصلنا لنهاية تاع الفيديو. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهذه المرحلة هذه. كان معكم أخوكم إبراهيم. دمتم في رعاية الله وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله. أعانكم الله.